طبعا هذا الفيديو لحتى ارد على كم تعليق لانه ما عندي خلق اكتب لهم، بس حتى اوضح لكم اياها الفيديو بصورة صحيحة. عندي تقريبا اكثر من تعليق كاتب لي انه كلامك غلط، واحد منهم كاتب كلامك غلط انه انت ما عندك خبرة بالابل، هاي شغلة، وكاتب لي انه اوكي على لما يلمون العش ولحد ما يبيضون قادينهم 12 يوم 14 يوم لحتى يفك السمنة الخالف، وكاتب لي انه لحتى تشيله من العش يكون عمره 8 ايام. هم يصدق بهذا الشيء؟ همين انا خاب، رح اجاوبك على هاي باختصار. خلنا اقول لك سالفة واحدة، العش ما المه ولا هم يلمونه، مرة واحدة من هذاك الانتاج لهذا الانتاج هو نفس العش. حتى ازيدك فكرة اكثر اخوي العزيز، خلنا نزيد الفكرة أكثر. بالنسبة للبلابل يا أخوي العزيز، هسه أفتح لك إياه هذا قدام عينك، أفتحها هذا ولا ما أقدر أبيد واحدة أصور، بس مع ذلك راح أفتح لك القفص حتى يكون عندك خبرة. هاي طارن البلابل، تشوفهم هاي النثي والفحر. العيش هو نفسه أخوي العزيز، استعمله هو نفسه. تعرف ليش؟ أنا أقول لك ليش. لانه العش يا ابن الحلال يكون نظيف. اول ما الانثى توكل الفرخ، الفرخ تكرم يذب ضروق، والضرقة امها الماية تاكلها، يعني النظافة من الطيور. زي ما يكون الطيور نظيفات بنفس الوقت توكل الفرخ وتنتظر الفرخ لحتى يضرد، العفو يذب شلون يقضي حاجته، ولما يقضي حاجته الماية تاكل الخرى مال البلابل. فلهذا السبب يا ابن الناس الظل العش نظيف، فقط مرات بكثر ما تنام عليه العش يصير واطي، يعني ينزل العش يعني يكبس. فش تسوي؟ انا اقول لك شو تسوي حتى هم ازيدك فكره شويه اخي، حتى تدخل براسك الليل بعدك ما مستوعب الفكره. العش انا قلت لك يا ثلاث مرات انتجت منه هو نفس العش، فقط بس اللي تغير بها شنو؟ قلت لك العش مرات ينزل. فشو اسوي؟ ازيد هذا، شوف هذا الخيوط اللي بالقاع، هاي خيوط مال الجونيه، الجونيه اللي هو يجي نوع عدم هاي اللي يلفون اياها، يعني جونيه يجي قطن ما قطن، عرفت شلون؟ فهذا الشيء الوحيد اللي يستعملونه، ازيد لهم شويه هذا يضيفونه فوق العش، واضيف لهم شويه مال السعف هذا، تشوفون هذا مال السعف، هذا افلس بيدي انا هيك واشمر لهم اياه. وهسه شوفك يا مال قطن هذا بعد ما مستوى، بس خلنا نشوف شلون لان ما اقدر احرك بيدي الثانيه يا اخي لحتى تستوعبون الفكره. هذا هو، تشوفون هذا، هاي القطن، هاي كم وحده، لانه كيس هنا جوا، بس خلنا نشوف هون كيس حتى اشوف لكم اياه. فانا يا ابن الناس اخلي لهم اياه شويه شويه يكملونه، عرفت شلون؟ هذا هو العيش اللي قلت لكم عليه هو نفسه، وما قرب عليهم بين فتره وفتره، بس فقط نغير المي او الدود او هذا. وهاي الكاميرا اللي انا مركبها داخل القفص ابو عليهم عن طريق التليفون، شايفين هاي الطريقه اللي انا قلت لكم عليها. وهسه اشوف لكم الفرخ عمره، وهذول هم جيب الزوج الثاني، هم هذا اذا شايفين الزوج الثاني، وهذا هم شوف هذا العش، هذا بيه الصوفان مخلي له صوفه، بس لحتى الانثى بعد ما تقدر تطير حتى تصعد فوق، بس لحتى حاط لهم هاي حتى تصعد وتنزل الانثى لحتى تاكل براحتها، بس على ما تطير شوي يطلع على جناحاتها يكمل هاي شغله. وذابلهم بالقاع، هاي قلت لكم هاي فلست فلس اني تضيفوا، وهذا الدود قدام عينكم ماشي، وهذا الاكل والبرتقال كل شيء جايب لهم. فيا اخوان اني
لا حب اتفلسف على احد ولا حب اكذب على احد ولا غايتي اني اكذب، لانه بالاول بالاخر ما راح اربح شيء لا منك ولا من غيرك، مجرد انه اعطي الفكره مالتي ومجرد انه وصلت لك الفكره وين عرفت شلون لحتى انت تستفاد لا اكثر ولا اقل. وانا سبق وقلت لك ما عجبك الفيديو ما اقتنعت من كلامي تقدر تطنش الفيديو، لانه بالاول بالاخر ما لا انت حاط بجيبي شيء ولا انا حاط بجيبك شيء، وقلت لك اياها. تريد تجرب هالطريقه ما خسران شيء، ما تريد تجربها هم ما خسران شيء، فقط انا فتح القناه هذا فقط انه الشيء اللي اسويه اني انشرب القناه، لان انا اعرف هذا جاي استغله. انت ما ملاحظ ان انا مرات اجت فتره ما منزل، لو غايتي فلوس او غايتي اربح مشاهدات، لو غايتي انه اشتهر او غايتي انه اكذب على الناس، كان لقيتني باليوم 5 فيديوهات 6 فيديوهات منزل، والحمد لله والشكر بالشهر او 3 اشهر انزل فيديو واحد. بس لانه قلت لك يا غايتي انا لا اكثر اقل. ها وعلى فكره ما وضحت شغلات انا لكم حتى انتم توصلون فوق، شوفوا الجو يمنا ثلج، جاي تشوفون الجو يمنا ثلج. ثلج جاي ينزل ثلج، هاي شغلة. الشغلة الثانية ابن الحلال ها اوكي هسه اقول لكم اياها حتى هم اوصل لك فكرة اكثر. اذا ملاحظ الضوء هذا 24 ساعة مشتغل، لا بالليل اطفي ولا الصبح اطفي، 24 ساعة هذا يعطي حرارة شوية للجو. اوكي الشغلة الثانية هوا ما يفوت، ان انا الشادر هذا يغطي ما يفوت لهم هوا، ظل الدفو جوا يعني ظل مكانهم دافي، عرفت شلون؟ فقط قلت لك اياها اسوي هذا الشيء بحيث ان جوهم طبيعي ما عندهم لا برودة ولا يعني الغاية من السالفة كلها يا ابن الناس انه كل شيء طبيعي، كل شيء طبيعي، ما عندي لا مشاكل بالحرارة ولا عندي مشاكل بهذا الشيء. فلهذا السبب وانا قلت لك اياها ووضحت لك اياها انه الطيور صحتهم زينة وكل شيء ما عندي مشاكل، دوداكو حشرات متوفرة لهم يعني، والاكل موجود والخلطات اللي انا اسويها والبرتقال على قلت لك يا شق فواكه شغله هيك اعطيهم الا الافوكادو دير بالك هاي شغله، وقلت لك اياها لا يشوفونا كل شوفهم ماخذين راحتهم لدرجه انه مرتاحين. فقط قلت لك اياها الشادر هو الحل الوحيد اللي يناسبهم والمكان، حتى لو مسافه يعني مثلا متر ونص هم مو زين لهم، وهم قلت لك اياها تغطي هذا مكانهم ترتبه. والعيش لعنك العيش انا كنت اعرف ان هذا الشيء حطيت شريت كميه من هذا، انا فرشت بيدي هيجي رجع الاب والام مرتاحين، وفرت عليهم الطلعه والنزله، هم بحلقهم شالوا عدلوا رتبوه هذا واستمروا عليه. حسب الطيور اللي عندك، الطيور يمكن مرات ما تتعب وياكم او ما تتعبك انت، تكون مرتاحه وياك شايفه راحتها، عرفت شلون؟ فلهذا السبب اخوي تكون هي مستعجله ما عندها اي مشاكل تجي. هسه انا افتح الطيور الله وكلك فاتح القفص افترن بالغرفه، هسه 5 دقائق اقعد بالبيت بالغرفه الثانيه اضع عليهم على هذا اشوفهم طبوا اجي هنا بس اسد الباب لا يشوفوني لا اشوفهم. هاي قلت لك اياها الطريقه اللي انا اسويها لا اكثر. لا حد يكتب لي ما عجبك الفيديو كذبت انا عليك اخوي ما يخالف امسحها بوجهي واعتبر نفسك انك ما شفت الفيديو طنش وظلك ماشي بطريقك. لا رايدك شلون اقول لك اياها، لا رايدك ان انت تكون غشيم وانا كذبت عليك ومشي كذباتي عليك، ولا انت اخوي مربحني شيء
وشايلنا على ظهرك اخوي وماشي بطريقك. عجبك الفيديو؟ عجبك ما عجبك الفيديو لا غاية تشتهر ولا غاية تشي ولا ربحان من اليوتيوب شيء، الله وكيلك. فقط انه فرحت بالانتاج وحبيت اشارك وياكم. انا لو كنت هذا الشيء صدقني صدقني لو تسوي لحد راسي براسك هسه اقول لك اياها. اليوم شوف هذا الفيديو اللي نزلته، اول فيديو، شوف التاريخ ايش وقت، ماشي؟ حتى وصل لك الفكر، شوف التاريخ ايش وقت. هاي شغله. الشغله الثانيه شلت الفرخ من العش، عمره 8 ايام شلته وجاوك لبدايه، ماشي؟ واخوه الثاني هذاك همينا موجود، هاي صاروا اثنين، يعني اخوه الثاني من غير بطن، يعني مو نفس البطن هذا. وكان عندي الزوجه الثانيه من غير بطن، مع انه ثلاثه، يعني كان عندي اول وجبه الزوج طلعوا لي، ثاني وجبه ثلاثه، واحد مات كان عنده مشاكل، والثاني بعته وبقى اخذت واحد للبيت اتذكر. وهاي الوجبه الاخيره ثبت لي بيضه واحده وفقست بيضه واحده وفقست فرخ واحد، وهسه هذا قلت لك اخذته، يعني صار له 8 ايام عمره. فيا اخوي مثل ما قلت لك يا هاي الطيور فقط اللي صار بيها مشاكل شنو؟ اول مره 4 بيضات، ثاني مره 3 بيضات، ثالث مره بيضه واحده. لانه قلت لك اياها بثلاث اشهر ظلوا يذبوا لي انتاج، المفروض تريحهم شويه وطيهم فيتامينات وطيهم هذا وخليهم، اشيل العش انا، بس انا ما اشيل العش، العش نظيف وعلى حطت ايديهم هم اللي مسوينه بنفسهم. لهذا السبب بيضون مره ومرتين وثلاثه واربعه، ما طول هم محصورين بهذا المكان، هم مو تقول بين الشجر وبرا لحتى شنو يغيرون المكان يوميا، مكان محصورين بنفس المكان، فيظلون مجبورين انه يكملون بهذا العش وبهذا المكان، ويشوفون كل شيء نظيف، ما طخبي ولا بيضروق ولا بهذا نظيف، فلهذا السبب يستمروا به ويفرخون به وينتجون به حبيبي. فهاي رسالتي لك، لكل واحد يكتب بالتعليق يقول فكرتك غلط او انت كذاب او ما ادري شو اسمه، وانا قلت لك اياها، بيضة عن بيضة تختلف، عندي بيض فقس ب 12 يوم، عندي بيض ب 14 يوم، وهذا كله حتى طيور الحلم نفس الشيء، بيض يفقس ب 20 الى 21 يوم، بيض يفقس ب 24 يوم، ب 25 يوم، بيض عن بيض يختلف حسب النزله مالت البيضة، هاي الشغلة، قلت لك اياها، وخليها ببالك، وخذها صورة مني هذا كمربي انا، انا مو مربي جديد قديم شو اسمه جديد ولا هذا، انا الحمد لله شكرا صار لي زمان، بس ما ارد ابيع سوالفي على عليك وعلى غيرك، بس بدي اقول لك سالفه البلاب والخوي بصوره عامه لما ينزلون البيض 12 يوم او 14 يوم هذا الحدد، ما راح يطلع الفرخ اوكي ب 8 ايام 8 ايام لنقول 14 يوم ب 8 ايام ها ايش قد راح يصيرون؟ 22 يوم 8 ايام لازم تاخذ الفرخ من العش 22 يوم راح يصفون اوكي اخذته وراها 10 ايام يعني بالنسبه لي 10 ايام و12 يوم مثلا لهم او 8 ايام كبيره لهم انا بالنسبه لطيوري ها يعني هواي بحقهم يعني يقدرون ياخذون راحتهم يرتاحون بها 8 ايام وبعدين يرجع يذبون انتاج اذا الطيور صحيه والذكر قوي والنثيه هايجه ليش لا عادي وين المشكله اذا فرخوا مره مرتين ثلاثه وعلى الحطه شو عند طيور الحب نفس الحاله وين المشكله يعني حسب الاكل وحسب الشيء اللي تعطيهم اياه مو شرط انه نعطيهم فياجرا وغير شيء لحتى يتكاثرون بسرعه ولحتى يشتغلون هذا الشيء كل انسان حسب شغله وحسب اهتمامه وحسب نظافته وحسب الاكل اللي ينطيهم وحسب الاهتمام اللي ينطيهم اياه تحياتي لك حبيبي الغالي انت وغيرك وان شاء الله تكون استفدتوا من هذه الفكره وانا قلت لكم اياها الشادر اني بهذا عز البرد الله وكيلك سد الشباك وما طب لهم هواء هنا مرات تشوف الشمس افتح لهم شوي تغيير الجو تغيير الهواء تغيير الريحه مثلا هاي شوي افتح لهم اياه وطلعهم همنت وانسون بس نفس الوقت اقول لك اياها هذا الشادر يغطيهم الهواء البرد هو شغلات يدفيهم والضوء 24 ساعه حتى بالليل ما طفي انا اقول لك خاصة يكون عندهم بيضة وفراخ هذا ما طفي ليش؟ حتى ظلوا على طول صحية على طول 24 ساعة ياكلون ياكلون ما عندهم مشاكل.
تحياتي لك حبايب قلبي، ان شاء الله استفدت من هذا الفيديو، وانا اعتذر اذا غلطت بحقهم او اذا واحد ماخذ علي فكره ان انا كذاب وهذا الشيء، فهذا ظل يما قلت لك يا ما عجبك الفيديو طنش وامشي. شلون اقول لك، لا تغثني ولا غثك ولا تسمعني حكي محل مره تسوي. شوف هسه انا وضحت هذا الفيديو الثاني، مره ثالثه ما راح اجاوبك اذا كتبت تعليق مو حلو. ليش؟ راح تمثل نفسك لا اكثر ولا اقل. الفيديو ما عجبك طنشه وامشي. كتب الشيء ما حلو راح تمثل نفسك، لا تمثلني ولا تمثل غيرك، راح تمثل نفسك فقط، تربيتك واخلاقك. تحياتي لكم.